يمكننا نظام التشغيل Windows XP من تغيير العديد من خصائص سطح المكتب Desktop، مثل تغيير لون الخلفية أو صورة الخلفية، بالإضافة إلى العديد من الخواص الأخرى. وللوصول إلى هذه الخصائص، نضغط بمفتاح الماوس الأيمن في أي موضع خالي على سطح المكتب، ثم نختار Properties من القائمة المختصرة، فيظهر المربع الحواري Display Properties الذي يحتوي على العديد من لوحات المتغيرات. ومن لوحة المتغيرات Themes، يمكننا تغيير الثيم المستخدم حاليا إلى أي ثيم آخر نقوم بتحديده. والثيم عبارة عن مجموعة من الإعدادات سابقة الإعداد، والتي تستخدم لتحديد شكل النوافذ والرموز Icons وشكل مؤشرات الماوس Mouse Pointers والخطوط Fonts والألوان المستخدمة وصور الخلفية Background Pictures والأصوات التي تصدر عند وقوع حدث معين مثل فتح أو إغلاق أحد نوافذ البرنامج، بالإضافة إلى العديد من الخواص الأخرى. ولتغيير الثيم المستخدم، نفتح القائمة Theme ونختار أحد الثيمز الموجودة في هذه القائمة. كما يمكننا الحصول على ثيمز إضافية من خلال الموقع الخاص بشركة مايكروسوفت على شبكة الإنترنت، وذلك باختيار More Themes Online. كما يمكننا تحديد الثيم الذي نريد استخدامه، سواء كان هذا الثيم موجود على الجهاز الحالي أو على أي جهاز موجود على الشبكة المحلية Local Network، وذلك باختيار Browse. وفي الجزء Sample يتم عرض معينة للثيم المستخدم، فنقوم باختيار الثيم الذي نريد استخدامه من هذه القائمة، وليكن Windows Classic، فنلاحظ تغير شكل النوافذ والخلفية في الجزء Sample. ولتطبيق الثيم الذي قمنا باختياره والخروج من المربع الحواري، نضغط على المفتاح OK، فنلاحظ تغير خلفية سطح المكتب وشكل الشريط تاسك بار والمفتاح ستارت والقائمة ستارت. وبفتح أحد النوافذ ولتكن ماي كمبيوتر، نلاحظ تغير شكل النوافذ أيضا، ويمكننا تغيير لون أو صورة الخلفية، وذلك بفتح المربع الحواري Display Properties مرة أخرى واختيار لوحة المتغيرات Desktop. وفي الجزء العلوي من هذه اللوحة تظهر معاينة لشكل الخلفية المستخدمة لسطح المكتب، ويمكننا تغيير لون هذه الخلفية بالضغط على المفتاح Color واختيار أحد ألوان هذه القائمة، أو نضغط على المفتاح Other ونختار اللون الذي نريده من هذا المربع الحواري، ثم نضغط OK. ولتطبيق اللون الذي قمنا باختياره على سطح المكتب بدون الخروج من المربع الحواري، نضغط على المفتاح Apply، فنلاحظ تغير لون خلفية سطح المكتب إلى اللون الذي قمنا باختياره. كما يمكننا وضع صورة في خلفية سطح المكتب، وذلك باختيار أحد الصور الموجودة في الجزء Background، أو بالضغط على المفتاح Browse واختيار الصورة التي نريد استخدامها من هذا المربع الحواري، ثم نضغط Open. ومن القائمة Position يمكننا التحكم في موضع الصورة على سطح المكتب، فباختيار Center يتم عرض الصورة بأبعادها الأصلية ويتم توسيطها في سطح المكتب كما نرى، وباختيار Tile يتم تكرار الصورة بحيث تملأ سطح المكتب بالكامل، وباختيار Stretch يتم تغيير أبعاد الصورة بحيث تملأ سطح المكتب بالكامل. وبالضغط على المفتاح Customize Desktop يظهر المربع الحواري Desktop Items. ومن الجزء Desktop Icons يمكننا إخفاء وإظهار الرموز الخاصة بـ My Documents و My Computer و My Network Places و Internet Explorer على سطح المكتب كما تعرفنا في الأجزاء السابقة. كما يمكننا تغيير شكل الرمز الخاص بأي من هذه العناصر، وذلك باختيار العنصر الذي نريد تغيير رمزه من هذا الجزء، ثم نضغط على المفتاح Change Icon ونختار الرمز الذي نريده من هذا المربع الحواري، ثم نضغط OK، فيتم تغيير الرمز الخاص به كما نرى. ويمكننا استعادة الرمز الأصلي للعنصر
بالضغط على المفتاح Restore Default. وفي الجزء Desktop Clean Up نرى الاختيار Run Desktop Clean Up Wizard Every 60 Days مختار في الوضع الافتراضي، ويعمل هذا الاختيار على نقل جميع رموز الاختصار Shortcuts والتي لم يتم استخدامها لمدة 60 يوما إلى المجلد Unused Desktop Shortcuts والذي يتم إنشاؤه تلقائيا على سطح المكتب، وذلك عن طريق فتح المربع الحواري Desktop Clean Up Wizard. ويمكننا فتح المربع Desktop Clean Up Wizard يدويا لتحديد رموز الاختصار Shortcuts التي نريد نقلها إلى المجلد Unused Desktop Shortcuts بالضغط على المفتاح Clean Desktop Now، فيتم فتح المربع الحواري Desktop Clean Up Wizard. فنضغط على المفتاح Next، ومن الجزء Shortcuts نقوم باختيار رموز الاختصار التي نريد نقلها إلى المجلد Unused Desktop Shortcuts، ثم نضغط على المفتاح Next فتظهر رموز الاختصار التي سيتم نقلها إلى المجلد في الجزء Shortcuts، فنضغط على المفتاح Finish لإنهاء عملية نقل رموز الاختصار إلى المجلد Unused Desktop Shortcuts، ونضغط OK، ثم نضغط OK مرة أخرى لإغلاق هذا المربع الحواري، فنلاحظ عدم وجود بعض رموز الاختصار. كما نلاحظ أنه تم إنشاء مجلد له الاسم Unused Desktop Shortcuts على سطح المكتب، وبفتح هذا المجلد نلاحظ وجود رموز الاختصار التي قمنا بتحديدها داخل هذا المجلد.